السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كهربا وسخريته من كلام مرتضى منصور. بس لما اتكلمت عن قصة كهربا، قبل ما نتكلم عن اللي كهربا قاله، يعني لما اتكلمت عن قصة كهربا مع مرتضى منصور وقلت ايه اللي هيتم او ايه رأي جماهير نادي الزمالك، او ازاي كهربا هيتعامل مع مرتضى منصور، او الزمالك او مرتضى منصور هيتعامل مع كهربا بعد كم الاهانات، وازاي انتوا تلعبوا واحد ما هو مش عايزكم، يعني كهربا هو مش عايزك، ازاي هتقدر تلعبه يعني؟ طب ما اطلعوا بالمعروف زي ما بيقولوا. مرتضى منصور قال لا، خصومات شغالة والعداد بيعد والكلام ده كله. فاحد الزملكاويه الكرام ضرب لي مثل عبد الله السعيد بكهربا، قال لك طب ما انتوا كاهلي كنادي اهلي اجبرتوا عبد الله السعيد انه يقعد. مين اللي قال ان احنا اجبرنا عبد الله السعيد انه يقعد؟ اولا عبد الله السعيد الزمالك اتعاقد معاه خلال فتره الست شهور اللي بتسمح بيهم الفيفا، يعني قبل عقدك ما ينتهي من مع النادي الاهلي بست شهور، ودي الفتره اللي عبد الله السعيد وقع لعقد مع نادي الزمالك فيها. يعني كان باقي عبد الله السعيد لو هو شاري نادي الزمالك بناء على الكلام اللي الراجل بيقوله ان احنا اجبرناه، محدش يقدر يجبره، عقدك هينتهي بعد ست شهور، محدش في حاجه عندك. مضيت وخدت فلوس من نادي الزمالك على حسب كلام مرتضى منصور واولاده والاعلام الزملكاوي انه خد 40 مليون جنيه. لما دخل تركي آل الشيخ في الدور وقال لك دفعنا لعبد الله السعيد ال 40 مليون جنيه. تاني يوم او في وقتها بعد ما اتفقوا كده راحوا سال عبد الحفيظ، خد عبد الله السعيد ووثقوا العقد فين؟ في اتحاد الكوره. رجع عبد الله السعيد بكى ندما على انه وقع لنادي الزمالك. اظن الحاجات دي كلها معلنه ومعروفه يعني. النهارده الطرفين اهلي وزمالك وعبد الله السعيد. اهلي دفع، الزمالك دفع 40، عرض 40 مليون والاهلي دفع 40 مليون. على الرغم في البدايه ان كان الكلام مع عبد الله السعيد في الاهلي انت كتير المبلغ، كانوا بيتفاوضوا مع عبد الله السعيد على اساس ان المبلغ عبد الله رفض يجدد على اساس المبلغ اللي النادي الاهلي عرضه عليه شويه. مبلغ قليل، لما جاله مبلغ اكبر مع نادي الزمالك كفى مالت نادي الزمالك ووقع النادي الزمالك. لما النادي الاهلي عرض عليه نفس المبلغ مفيش جنيه زياده عشان ما يبقاش فيه اغراءات بقى الماديه زي ما راح للزمالك، زي ما راح للزمالك علشان الفلوس الزياده، لا رجع للاهلي مش عشان الفلوس زياده، لان في الكفتين متساويتين. وفي الاخر هو قرر واختار مين؟ اختار النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي ما اجبروش ومحدش يقدر يجبره، لانه بعد ست شهور هيبقى لاعب حر فري، يقدر يروح اي نادي كيفما يشاء. ممكن ما يوقعش النادي الاهلي، ممكن كان لو رغبته او حابب الزمالك او، لكن من الغباء هو حسبها. قد يكون، انا ما بقولش ان عبد الله السعيد اهلاوي، قد يكون اهلاوي قد يكون لا، لكن هو حسبها الاهلي ولا الزمالك. الاهلي طبعا اسمه يفرق كتير عن نادي الزمالك في بطولات وفي 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 كنسبه جماهير. الراجل مستقر ومع لعيبه وبتاع وتعايش كام سنه مع النادي الاهلي وحصد بطولات، والفترة اللي جاية بالنسبة له ممكن تكون أفضل، مع لسه هيروح نادي الزمالك والزمالك يعني البطولات غايبة عنه، جماهيره وأسلوبه وطريقة الإدارة والكلام ده. هنا في استقرار، هنا في قلق، هنا في رئيس نادي كويس مهذب قيمة وقامة، هنا راجل رئيس نادي لو اختلف مع لعيب ممكن يعبطه زي ما بيقول. فإن النهاردة محدش يقول إن النادي الأهلي أكبر، فكرة عبد الله السعيد وكهربا مختلفة. تعالى النهاردة كهربا أهو، قول له الزمالك هيديك 10 مليون والأهلي هيديك 10 مليون، لعب في الزمالك، تعالى نشوف هو يختار كفه مين. ده بدايتها ردا على الاخ الزملكاوي اللي كان بيقول لك انتوا اجبرتوا عبد الله السعيد انه يقعد معاكم، ردا على موضوع كهربا زي لما انا سالت ازاي انتوا عايزين كهربا تجبروه انه يقعد، قال لك ما انتوا اجبرتوا عبد الله. لا، الفكره هنا مختلفه، مفيش وجه للمقارنه بين موقف عبد الله السعيد وموقف ده. والا عبد الله السعيد عقده هينتهي، طب انتوا بتقولوا كهربا عقده، طب عبد الله عقده، هنعتبر ان قصه عقد كهربا واحد هينتهي بعد يعني المفروض يعني خلال ست شهور، موقفه زي عبد الله السعيد. النهارده النادي الاهلي وقع مع كهربا، اختار مين؟ اختار مين؟ انت بتجبره كده، النادي الاهلي عمل ما زي طلع مهاجم عبد الله شتم بكل ذوق وبالادب، تعالى وقع يا عبد الله، عبد الله وقع، طب معلش يا عبد الله انت عملت لنا ازمه والجماهير مش هينفع تلعب، طب تعالى يا عبد الله هنوديك اعاره وبعد كده تطلع من السلام، انا مش عايزك. انما انتوا كهربا تف على جماهير الزمالك واللي جماهير هجمته يعني، وعمل المشكله ومرتضى منصور قلع بطوله، كان وقتها طلع ايمن حافظ ضرب كهربا بالقلم،
ومع ذلك وغرامه 300,000 جنيه الغرامه اتشالت عن كهربا ورجع رغم الاهانه الجماهير نادي الزمالك منه، ومع ذلك متمسكين بكهربا ما اعرفش يعني. وعبد طلع امبارح مرتضى منصور بيتكلم عن كهربا وبيهاجم كهربا، وقلت لكم قبل كده يا ناكر للجميل انت ابوك وانت مش عارف ايه، طلع النهارده بقمه استخفاف وسخريه. كهربا بيسخر من مرتضى منصور، وكلام مرتضى منصور نشر من خلال صفحته او حسابه على موقع تبادل الصور انستغرام صوره من فيلم اجنبي وقطعه ترجمه كده بيقول فيها يعني هل تريد ان تقول شيء الليله، كتب كهربا عليها نوم، يعني الجمله في الفيلم هل تريد ان تقول شيئا الليله، كهربا قال نوم، طلع لسانه وبيضحك بضحكه يعني بيرد على مرتضى منصور بسخريه، قول اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عامله، على دلع كيدهم زي ما بيقول. النهارده انت لما بتتكلم عن واحد زي كهربا، مرتضى منصور انت عندك كام سنه ومحترم من كهربا اصغر من ولادك، لما يطلع يسخر منك لعيب عندك بيتكلم او بيسخر من رئيس النادي، ايه رئيس نادي ده؟ رئيس نادي مين اللي لاعب يقدر يتطاول عليه؟ زي ما قبل كده ممكن حصلت مشاده وكهربا على وصف خالد الغندور بكلام خالد الغندور، كلم هاجم كهربا عشان فرح بنت احمد سليمان ياسمين ومش عارف ايه، وكلم خلتزمه ما تجوز زيك، راح كهربا هايج فيه، فحصلت ازمه ومشكله. طلع خالد الغندور هو اللي الدنيا نفت، وطلع خالد الغندور عشان الناس قالوا ان خالد الغندور سبب وسخن الموضوع، خالد الغندور عمل فيديو على صفحته قال لك انا والله ماليش دعوه القصه كانت حكايه وكان في ازمه، بس تم ايه احتواء كهربا والازمه انتهت وبتاع مش عارف ازاي. انتوا قادرين تتعيشوا بالانفصام ده؟ من الصبح واحد يعني هاجمني واخر النهار طبطب عليه وتعالى العب بس يا حبيبي، مش عارف والله. ده بخصوص كهربا. اما بالنسبه لنجم النادي الاهلي ولاعب النادي الاهلي المعار من نادي هدرسفيلد رمضان صبحي، رمضان صبحي بيقول لو الزمالك عرض علي او لو هاخد مليار جنيه من الزمالك مش هلعب للزمالك. قال لك بقى لما الزمالك كلم وكهربا ورمضان صبحي عرف ان نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع نادي هدرسفيلد، والاخبار وصلت لرمضان صبحي. رمضان صبحي زيه زي اي واحد متربي في النادي الاهلي تربيه سويه، اي واحد متربي في النادي الاهلي عارف امكانيات النادي الاهلي وقدرات النادي الاهلي وفضل النادي الاهلي بعد ربنا سبحانه وتعالى عليه، وازاي كان رمضان صبحي كان ايه والنادي الاهلي عمل في ايه في رمضان صبحي ولعيبه كتير يعني. فالراجل يتكلم بمنطق انه لا النادي الاهلي ده بيتي والنادي الاهلي ما اقدرش اكون في مصر او العب في مصر لاي نادي تاني غير النادي الاهلي، والزمالك لو دافع كنوز الدنيا مليار جنيه ليا مش او يعني اضعاف مضاعفه اللي انا باخدها في النادي الاهلي مش هقدر اسيب النادي الاهلي والعب نادي الزمالك. دي حاجه موجوده في الجينات. لكن تقول ايه بقى، في ناس ما الماده هي كل حاجه، رضا عبد العال باعهم واشترى الاهلي علشان شويه برادس، تقدروا تقولوا الكلام ده؟ الاهلي يا جماعه، وبعدين الاهلي، وبعدين يرجع يقول لك بعد ذلك انا ابن الزمالك، ابن الزمالك ده بيقف جنب الزمالك، الاهلي شاور لك تعالى رحت رايح جاب. محسن صالح هاجم او رد، بلاش لانه راجل مهذب ومحترم، رد على احمد الطيب. احمد الطيب كان دايما طالع زي ما قلت في الفيديو السابق كان بيهاجم احمد شوبير، هاجم احمد شوبير على العاطل والباطل زي ما بيقولوا، الفاضيه والمليانه زي ما بيقولوا. ومن ضمن الهجوم على احمد شوبير يعني هاجم احمد شوبير فين، وسال اثار تساؤل يعني فين واحد زي محسن صالح وواحد زي حسام حسن وفين بعض الناس زي علي ابو جريشه من الاستوديوهات التحليليه لبطوله افريقيه. طبعا بيسخن النجوم دول على احمد شوبير وكان احمد شوبير هو مالك قناه تايم سبورت وهو اللي بيتعاقد مع لعيبه ات ولا دروجبا ولا لويس فيجو ولا الناس دي كلها. مهم يعني قصف، يعتبر الرد عليه محسن صالح قصف جابها لاحمد الطيب، قال له اذا احمد الطيب شكر الله سعيكم. قال لك احمد الطيب شكر الله سعيكم. تتساءل عن عدم وجودي اسمي وزملائي، عن عدم وجود اسمي وزملاء اخرين في استوديوهات التحليلي، وتتجاهل ذكر اسمي في انجازات انا صانعها، انا من اعتذرت عن الظهور. يعني انت دلوقتي بتسخن راجل بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يديله الصحه. قال لك يعني انت جايب اسمي دلوقتي في حوار بتسخن فيه استوديوهات التحليليه عشان قصه بينك وبين احمد شوبير، وقبل كده لما اتكلمت عن اسماعيلي ونادي اسماعيلي انكرت ذكر اسم او ما ذكرتش اسمي في انجازات نادي اسماعيلي مثلا، انا خدت معاهم دوري وانجازات وبتاع، يقول لك ذكرت وتتجاهل ذكر اسمي في انجازات انا صانعها، انا من اعتذرت، بيقول له بيوضح هنا الفكره، انا من اعتذرت عن الظهور في جميع البرامج وناشدنا الراحه، يعني كل برامج طلبتني انا قلت مش هطلع وبتاع، محتاج وقت من الراحة. وتغريدتي كان عمل تغريدة اليوم على انه بيفكر يبتعد وياخد فترة ويبعد عن الاضواء ويبعد عن الكلام ده كله، وتغريدتي اليوم تؤكد ذلك، رجاء لا تستعمل اسمي سلاحا او درعا في ميادين حروبك، وكن طيبا ترى الجمهور
جميلا. يعني هو الراجل بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يديله الصحه، شايف وجهه نظرنا، محسن صالح متبني وجهه نظرنا، شايف ان اسلوب وطريقه احمد الطيب مخليه الجمهور بيهاجمه، قال له كن طيبا ترى الجمهور جميلا. يعني هو مش طيب والجمهور مع احمد الطيب مش جميل، هو شايفه مش جميل. دي كانت بعض التعليقات سريعه عن كهربا ورمضان صبحي واحمد الطيب ومحسن صالح. السلام عليكم ورحمه الله.